صباح الفل مره تانية، برحب بحضراتكم في فقره الحواريه الاولى. زي ما كنا بنتابع وزي ما قلنا، احنا بنتكلم دايما وبقالنا فتره طويله بنتكلم عن نجاحات وانتخابات مصر في مختلف اللعبات. شفنا ده يمكن مع كمان لعبه، يعني لعبه هي حديثه الى حد ما، استطاعت ان هي تحقق فيها او نحقق فيها انجاز بحصد 7 ميداليات متنوعه في بطوله العالم، وهي بطوله طبعا صعبه والتنافس فيها بشكل كبير جدا، وهي لعبه او منتخب المواي تاي. اتكلمنا عنه الفتره اللي فاتت، لكن في جديد كل فتره، في جديد وفي انجاز اخر بيحقق على الارض. ده بيسعدنا جدا ان احنا برضو نستعرضه مع حضراتكم. خلينا نرحب بكابتن محمد ابراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي والبطله بتاعتنا رانيا عادل لاعبه منتخب مصر للمواي تاي. بونجور بونجور، صباح الفل. صباح ومبروك كده كل فتره انجاز، حاجه بجد تشرف جدا. والله سعداء بوجودنا النهارده على قناه الاهلي، يمكن سعيد جدا بانجاز اولادي وبناتي في مرحله الناشئين والشباب. الحمد لله الاولاد قدروا يثبتوا للعالم كله برغم مشاركتهم لاول مره انهم قدروا المسؤوليه وقدروا ان هم يتوجوا على اعلى المنصات العالميه، بطوله العالم للمواي تاي. لازم تكون سعيد ولازم تكون فخور بالانجاز، لان احنا بنتكلم في الاول وفي الاخر على رياضه مجازا كده نقدر نقول عليها وليده، يعني الى حد كبير في مصر. بدايتها كانت في 2020 لو انا مش غلطان، بدايه الاتحاد بالفعل اشهر 2020 فعلا. طيب احنا عايزين بقى قبل ما ندخل في تفاصيل الانجازات المحترمه المشرفه اللي اتحققت، عايزين من حضرتك مشكورا بس تعريف بسيط عن الرياضه دي، اللي ممكن تبقى في ناس عارفه ان هي رياضه قتاليه. طب ايه الفرق اللي بينها وبين بقيه الرياضات القتاليه زي الجودو والكاراتيه والتايكواندو الى اخره؟ احنا نقدر نقول رياضه المواي تاي هي ترجمتها هي الملاكمه التايلانديه، وهي رياضة من الرياضات النزالية المعترف بها من خلال اللجنة الأولمبية الدولية، خدت الاعتراف الأولمبي الكامل في الجلسة الأخيرة في طوكيو. رياضة المواي تاي بتمارس على حلقة ملاكمة، وبيرتدي فيها اللاعبين كامل أدوات السلامة. يمكن بنشرح أدوات السلامة، اللي بيرتدي واقي رأس وواقي أسنان، حامي كوع، قفاز ملاكمة، حامي الساقين، حامي للصدر. أول أولويات الاتحاد الدولي للمواي تاي هو سلامة اللاعبين، لذلك هو شدد على أدوات السلامة عشان سلامة اللاعبين. بتمارس من خلال 3 جولات بيمارس اللاعب من خلالهم تقنيات اللكم باليد واللكم بالكوع والركل بالساق والركل بالركبة. يقيم من خلال لجنة حكام، واللاعب الحاصل على نقاط أكثر بيحصل على 10 نقاط والخاسر بيحصل على 9 خلال الجولة الواحدة، وبيتم جمع النقاط على 3 جولات وبيقيم مين صاحب اعلى النقاط وبيعلن فائز بالمباراه. تمام. حلو جدا. طب احنا كل مره بيبقى معانا بطله جديده. وبطله كمان رغم صغر السن بيكون او بتكون محققه حاجه على الارض محترمه جدا، ممكن بقى تعرفنا وتحكي لنا اكتر؟ يعني يمكن برضه بنات مصر وبناتي فعلا مفخره للعالم كله. والله ما شاء الله على المستويات الموجوده والمنافسه، ومن اول مره يعني بنشوف بلاد دول تانية بتشارك لتاني مره والتالت مره، وفي خوف وفي رهبه من اللعب، لكن بناتنا حاجه تانية. رانيا بقى احكي لنا، رانيا ابتديتي امتى وانجاز حلو جدا، اشمعنى المواي تاي اصلا؟ يا رياضه حلوه جدا. بدات 2022. ده السنة دي؟ لا، 3 سنين. 2019. من اول بدايه اللعب بدانا، اول ما الاتحاد اسس وكده بدانا، دي السنه الثالثه على التوالي اللعب، وخدنا بطوله جمهوريه. برافو عليكي. اول ما لعبتي كده بطولات على طول. اول جمهوريه واول افريقيا وثالث عالم السنه دي. ما شاء الله عليك. بس فعلا يعني بدايتك مع الرياضه دي يعني جت ازاي؟ عادة البنوتات لما بيبتدوا يقرروا يلعبوا رياضة بشكل احترافي عادة بيروحوا لألعاب معينة، يمكن الوضع ده اتغير كتير في الفترة الأخيرة، فاشمعنى المواي تاي صحيح؟ هي الشخصية بتاعتي أنا شخصية حادة شوية، فمايلة للرياضة اللي هي القتالية والعنف والكلام ده كله، بس هي رياضة محترمة تهدي الأعصاب ورياضة حلوة جدا، وهي كمان كوع وركبة في الصدر وفي الوش. في ناس كتير كانت معترضة على الكلام ده في الأول، وإزاي بنت بتلعب أهلك نفسهم كان رأيهم إيه؟ لا، أهلي كانوا مرحبين جدا، وأكتر ناس يعني مسنداني في الموضوع ده، لأن حصلت لي إصابات كثيرة، يعني كسر وخلع يا رانيا معقولة؟ معقولة هي عنيفة للدرجة دي المواي تاي؟ لا، هي إصابات يعني شخصية مش من اللعب. تدريب مثلا معين أو كده؟ أوكي. فيعني كملنا الحمد لله. برافو عليكي.
الحمد لله. واضح ان رانيا عندها طاقه فاهلها. رانيا ليها كاريزما. انا كسبها تخرج الطاقه دي بقى. ليها كاريزما رانيا ما شاء الله عليها. يعني بتهيألي احنا دلوقتي معانا ماتش رانيا بتهيألي صح كده؟ مباراه رانيا مع ضد الروسية بطله العالم في مباراه التأهل. انا متخيله المباراه هتبقى ماشيه. متاهله للنهائي للدور الاربعه وما شاء الله يعني رانيا ثبتت نفسها في المباراه ده باداء عالي كتير. حاجه حلوه قوي ما شاء الله يعني بناتنا موجوده وبتنافس ومتواجدين. هو في الفتره الاخيره يا كابتن في طفره لسه كنا بنقول انا وكريم الكلام ده في الانترو. لا في طفره عظيمه جدا محترمه جدا بالذات كمان للرياضه النسائيه. يعني دلوقتي الاعمار بتبقى صغيره جدا بس انجازاتهم كبيره قوي. فبجد من امثله دي رياضه المواي تاي مش اول مره نشوف بطله معاك. وكمان خلي بال حضرتك المره فاتت قلت لنا برده كانت لسه ما بقالهاش كذا سنه برده سنتين حاجه زي كده لكن فتره قصيره لكن بيقدروا يحققوا حاجات عظيمه. والله يعني يمكن فرصه لي ان انا اشكر فريق العمل اللي شغال معايا الاداره الفنيه الموجوده لانتقائها اللاعبين الموجودين. يعني يمكن احنا كنا مشاركين في بطوله العالم بثمان لاعبين الحمد لله راجعين بسبع ميداليات ما شاء الله. وحتى اللاعب الموفق شهد المره دي ادى اداء رجولي عالي جدا. كان الاختيار من خلال رؤيه فنيه وهي الاستثمار في الاعمار الصغيره السن واللعيبه اصحاب المواهب وكمان اعطاء الفرصه للاعبين ابناء المحافظات والاقاليم ان هم يشاركوا بحيث ان الرياضه تتسع وان يكون في توسع في قاعده اللعبه. على ذكر التساحه يعني اكيد بحكم منصب حضرتك كرئيس للاتحاد المصري للمواي تاي اكيد حاطط خطه ما للمساعده على انتشار اللعبه ويبقى لها قاعده جماهيريه كبيره. ايه النقاط الاهم اللي حضرتك ناوي تركز عليها في مساله انتشار اللعبه؟ والله احنا الحمد لله رب العالمين احنا الرؤيه الفنيه الموجوده بتاعتنا ورؤيتنا الموجوده ان احنا نكون متواجدين في كل المحافظات من خلال مدربين متخصصين في اللعبه. يقدروا ان هم ينشروا اللعبه بشكل صحيح ويكونوا متخصصين في اللعبه ويمارسوا اللعبه فقط مش العاب ثانيه خالص بحيث ان احنا نكون قاعدتنا مؤثره ونقدر نطلع باولادنا ان هم يمثلوا مصر على اعلى البطولات العالميه ويقدروا ان هم يحصدوا الميداليات لمصر. فكانت هي دي رؤيتنا خلال الفتره اللي فاتت ان احنا نوصل للمدربين ونوصل للمحافظات ونوصل للمدربين يتسموا بسمات خاصة اللي هو ان هو يقدر يكون قائد يقود المكان اللي هو موجود فيه او المحافظة اللي موجود فيه عشان نقدر نوصل بلاعبينا ورياضتنا واولادنا في فترة وجيزة ان هم يقدروا يشاركوا ويحصلوا على ميداليات لمصر ويرفعوا راية مصر فوق عالية تخفقة باذن الله. حلو جدا. طيب احنا كنا بنتكلم برضو في الانترو انا وكريم عن الرياضات المختلفه والانجازات العظيمه على الارض اللي بيحققوها ومنتخباتنا برضو المختلفه وما ينقصهم في بعض الاحيان من فكره دعم. وانا هتكلم عن الدعم المادي على فكره. الدعم المعنوي يمكن موجود بشكل كبير جدا. بنشوف تقدير بنشوف لقاءات بنشوف يعني كلمات شكر بنشوف سؤال بالتليفون من سياده الوزير على طول. لكن هل هناك مشاكل فيما يختص بالشق المالي الدعم المالي لان ده مهم برضو؟ حقيقه احنا سياستنا في اتحاد المواي تاي ان احنا نوصل للقيادات ونوصل للمسؤولين من خلال شغلنا. يعني احنا حاولنا اعتقد ان اتحاد المواي تاي قدر في خلال الفتره الوجيزه اللي فاتت انه يثبت ان هو اتحاد قدير من قدر المسؤوليه وقدر ان هو يحقق انجازات بلاعبينه. فعلا الدعم المادي كان قليل موجود فما قدرناش نشارك بمنتخبات كامله في جميع المراحل السنيه لكن الحمد لله كنا عنصر مؤثر وموجود وقدرنا نبرهن لكل القيادات وزاره الشباب والرياضه ان احنا قدر المسؤوليه واولادنا فعلا قدر المسؤوليه وان هم يقدروا يتغلبوا على اكثر الدول واكبر الدول قوه في المواي تاي. يمكن حتى عندنا لاعبنا اللي حصل على الذهبيه تغلب على روسيا وكازاخستان الدولتين اقوى دولتين في اللعبه موجوده وهو الاول مره يشارك معانا كان شيء مفرح جدا وكان حتى يمكن كل اعضاء الاتحاد الدولي و المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي جه هناني ان مصر داخله بقوه وتطلع في الترتيب عالي. يعني يمكن احنا كنا ترتيبنا من ضمن الدول العربيه الترتيب الثاني بعد دوله الامارات العربيه بضمن الترتيب الدول اللي في المقدمه من ضمن 120 دوله كانت مشاركه كانت مصر ترتيبها 16. روسيا كانت مشاركه بحوالي 80 لاعب احنا شاركنا ب 8 الحمد لله. هي كانت المركز الاول 43 ذهب 10 فضه 10 برونز الحمد لله احنا كنا مؤثرين وكنا موجودين. ده مؤثرين جدا الحمد لله رب العالمين رقم محترم قوي الحمد لله رب العالمين. وجودنا كان مؤثر حضورنا كان مؤثر اولادنا كانوا قدر المسؤوليه نفتخر بيهم وسعداء بما انجزوه. يعني كان كمان الجهاز الفني للمنتخب بقياده المستر رفعت جابر
وكابتن وليد زكريا وكابتن ايمن الحمصاني وكابتن احمد عيسى بذلوا قصارى جهودهم لاعداد الفتره الوجيزه، ان كانت فتره اعداد وجيزه كانت صغيره. الحمد لله رب العالمين. هو الانجاز الحقيقه شارح نفسه وبيقول بشكل في منتهى البلاغه ان في فعلا مجهودات كبيره جدا ورا اللعيبه واللاعبات. عايزين برضو نعرف منك يا رانيا، انت يعني يومك بيبقى عامل ازاي؟ انت طالبه في اي سنه دراسيه؟ وازاي بتوفقي ما بين دراستك واللعبه؟ بتتمرني كام ساعه في اليوم؟ هل بتروحي معسكرات ولا لا؟ وبالمره برضو قولي لنا انت بتستعدي لايه الفتره الجايه ان شاء الله؟ انا في ثانيه ثانوي، داخله ثانيه ثانوي ان شاء الله. التمرين بقى كل يوم، يا تمرين الصبح تمرين بالليل. مرتين في اليوم. مرتين في اليوم. والدراسه بقى بتبقى في النص، يعني بحاول اظبط ما بين الدراسه في ايام المدرسه، بحاول مثلا يكون ثلاث ايام شاطره في الدراسه زي ما انت شاطره في الرياضه كده. الحمد لله ماشيه يعني اظبطها. لا حاول اظبط شويه التمرين، يعني حاول نمشي الدنيا شويه عشان نوازن بين ده وده. اوكي. ف وعندك ايه بقى بتستعدي له الفتره الجايه ان شاء الله؟ في بطوله معينه هتشاركي فيها؟ هل في معسكر مثلا الفتره الجايه؟ احنا كنا عاملين معسكر قبل بطوله العالم. كنا معسكرين، فلما البطوله خلصت بقى احنا لسه واصلين اول امبارح. الحمد لله. فان شاء الله يعني حاول ان شاء الله المره الجايه تبقى احسن، نجيب اول ان شاء الله البطوله الجايه. ايه اللي بينقصك يا رانيا؟ ايه اللي ناقص؟ ايه اللي شايفاه محتاجاه علشان نجيب المركز الاول؟ في حاجه معينه ناقصه؟ حاجه لو حابه دلوقتي تقوليها على الهوا حتى عشان نقدر نعالج لو في اي مشكله؟ هي والله ما فيش حاجه ناقصه. كابتن محمد ابراهيم والاتحاد المصري الماي تاي يعني عاملين الواجب وزياده معانا يعني الحمد لله. وكابتن وليد زكريا وكابتن ايمن، كل الكباتن اللي كانت مشاركه معانا في البطوله، ناس كلها يعني قايمه بالواجب وعامله اللي عليها وزياده. بس ف الواجب اللي هم قاموا بيه ده اتى ثماره في صوره الميداليات اللي احنا بنتكلم عليها. والمعسكرات كمان هيبقى في معسكرات ان شاء الله باذن الله. احنا يعني في الفتره الحاليه احنا يمكن انا تلقيت اكثر من اتصال من السيد الدكتور اشرف صبحي، اشاد بنتائج اللاعبين واشادوا بنتائج بعثه المواي تاي على صفحه رسميه لوزاره الشباب والرياضه. كان فرصه ان انا اشكر معالي الوزير على اهتمامه ودعمه للاتحادات الوليده، واشكر كل القيادات الموجوده في وزاره الشباب والرياضه. كمان اتوجه بجزيل الشكر لسعاده السفير رجائي نصر، سفير جمهوريه مصر العربيه في ماليزيا، على دعمه وحضوره وفعاليات البطوله ودعمه للاعبين معنويا ووجوده على منصه التتويج اثناء عزف النشيد الوطني المصري. وحضوره كان ليه اثر طيب ودافع قوي للاعبين على المنافسه واظهار المستوى العالي اللي بان بيه لاعبتنا. الحمد لله رب العالمين. رائع جدا. يعني انا مش عارفه والله، بس نفسي المره الجايه كمان لما نتقابل باذن الله تكونوا في انجاز اكبر. وقبل ما نختم بس عايزه اسالك عن البطلات عندنا، يعني تقول لنا اكتر عن المنتخب. احنا تقابلنا برانيا وتقابلنا قبل كده برضو بتقريبا زميلتين ليها، ممكن برضو تعرفنا اكتر عن المنتخب عندنا. عندي خمس بطلات مفخره الحمد لله. عندي رانيا وعندي جمانه وعندي ناديه فضيه عالم، وعندي جمانه فضيه عالم نهائيه، وعندي ميريت برونزيه عالم، عندي سما من دمياط برونزيه عالم. والله بفتخر بيهم كلهم، كلهم اداء رجولي. اداء نسائي قوي. ايه اداء رجولي؟ أداء ولا ايه يا رانيا؟ لا ما بحبش الكلمه دي. اداء عالي والله. أيوة. بنفتخر بيهم. احنا بناتنا فعلا قدروا يثبتوا للعالم كله ان هم فعلا قدر المسؤوليه. انا سافرت بثلاث ولاد وخمس بنات عشان استاذه نهوان. ده واقع يا جماعه، احنا مش بنات مصر. ما بجيبش حاجه من عندي. بنات مصر كفاءات يرفع عليها القبعه الحمد لله. هل بالمناسبه في اجنده حضرتك تاني رجوعا لكونك رئيس الاتحاد المصري لهذه الرياضه، هل في شكل من اشكال التعاون او بروتوكول تعاون ما بينك وبين اي مؤسسات او جهات او هيئات تعليميه معينه بحيث ان يتم ادراج هذه الرياضه ضمن النشاطات المدرسيه او الجامعيه، مثلا ضمن المنافسات في بطولات الجمهوريه سواء لطلاب المدارس او الجامعات؟ احنا بالفعل تواصلنا مع اداره الاتحاد الرياضي للجامعات المصريه كي تدرج الرياضه دي باذن الله في الموسم الجديد اللي جاي ان شاء الله. رياضه المواي تاي هتكون موجوده. كمان هنبذل اكبر مجهود ممكن احنا نوصل للمدارس باذن الله انها تكون موجوده في بطولات المدارس باذن الله. الاتحاد المصري للمواي تاي جنوب عمله صغير لكن يرفع له القبعه. يمكن احنا في الاتحاد كله مكون اداريا داخليا من العاملين خمس افراد شغالين باقصى جهد
لإثبات نجاحات الاتحاد وإثبات إن القدرة المصرية إن الاتحاد بيعمل بأعلى كفاءة ممكنة برغم صغر جروب العمل، إنه يقدر يتواكب مع الاتحادات الدولية، وإن إحنا هدفنا إن إحنا ننافس الاتحادات الدولية والاتحادات الموجودة على مستوى العالم، إن إحنا نثبت إن الكفاءات المصرية موجودة وبتنافس بقوة والحمد لله. كان نتاج هذا التنافس القوي حصول أولادنا على المراكز المتقدمة التي نفتخر بها كلنا الحمد لله رب العالمين. كل التوفيق لكم في اللي جاي كمان، ونتقابل قريب بإنجازات مختلفة إن شاء الله. أول دور هنكون موجودين معاكم سعداء. نورتينا يا رانيا بجد، كل التوفيق. عايزينك كده واحدة من أبطال مصر التقال إن شاء الله في الفترة اللي جاية. نورتونا ونشكركم على وجودكم معانا، وهنطلع فاصل سريع جدا يا حضرات ونرجع عشان نتعرف على المزيد من الإنجازات المصرية اللي اتحققت من خلال رياضة المواي تاي. خليكم معانا.